نعم بكل تأكيد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بعد أن أخذ إجازة لنفسه قبل أسبوع من الآن لمدة 15 يوما بدأت تطفو على سطح العملية السياسية خلافات كبيرة بين السيد محمد الحلبوسي وكذلك باقي الشركاء السياسيين على اعتبار هنالك اتفاقات كبيرة بين الشركاء السياسيين من أجل تنفيذها في الخطة السياسية التي وضعت من قبل ائتلاف إدارة الدولة وجاءت بها الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد الشيع السوداني. بكل تأكيد السيد يعني رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان هنالك له اشتراطات والتزامات في هذه الحكومة من أجل الدخول فيها، خصوصا بعد أن كان مع متحالف في بداية الأمر في بداية الانتخابات مع الكتلة الصدرية مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وتم تنفيذ آلية كبيرة لكن لم يحالفهم الحظ في تشكيل حكومة. وبعد انسحاب الكتلة الصدرية بدأ السيد محمد الحلبوسي يلعب على وتر جديد هو وتر الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، وقدم استقالته ومن بعدها ائتلاف إدارة الدولة صوت على رجوع السيد محمد الحلبوسي، وهذه كانت أولى يعني الخطوات التي وثق السيد محمد الحلبوسي فيها من أجل الانضمام إلى الإطار التنسيقي. وبعد الانضمام وتشكيل الحكومة العراقية بكل تأكيد هنالك تفاهمات لكل جانب من الجانب الكردي والجانب السني والجانب الشيعي في الحكومة أو في العملية السياسية. السيد الحلبوسي له اشتراطات كثيرة، وواحدة من أهم هذه الاشتراطات هو العفو الذي يشمل جميع المظلومين في السجون العراقية، لكن بعد تدويل هذه القضية. وأيضا واحدة من أهم الأمور التي اعترض عليها السيد محمد الحلبوسي هو جرف الصخر وما تؤول إليه هذه المنطقة وإرجاع النازحين إلى مناطقهم. بالتالي كل هذه الأمور بدأ يعني الإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة يتنصل منها شيئا بعد شيء، خصوصا أن هذه يعني الذي يطلبه السيد محمد الحلبوسي ويعني الكتل السنية هذا شيء صعب في يعني الداخل العراق على اعتبار هنالك ارتباطات داخلية وخارجية كبيرة في هذه الملفات. وبالتالي بعد التنصل عن الوعود التي وعدوها للسيد محمد الحلبوسي وكذلك السيد خميس الخنجر بدأ السيد الحلبوسي يتنصل أيضا، خصوصا أن السيد الحلبوسي أصبح اليوم لاعب رئيسي وركيزة أساسية في العملية السياسية العراقية. أيضا واحدة من أهم الأمور التي يعني يتخوف منها جميع السياسيين أن يكون السيد الحلبوسي السياسي رقم واحد في العراق، على اعتبار السيد الحلبوسي بدأ بخطوات ثابتة إلى الأمام وبالتالي يريد أن يكون رقم واحد ورقم كبير في المعادلة السياسية. يتخوف من السياسيين وأن يبرز شخص سياسي كبير ويكون رقم واحد في المعادلة والرقم الأول في المعادلة السياسية من أجل يعني السيطرة على العملية السياسية العراقية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هنالك اختلافات كبيرة داخل البيت السني الواحد، على اعتبار هنالك خلافات كبيرة بين السيد مثنى السامرائي والسيد الحلبوسي والسيد يعني نائب في البرلمان العراقي السابق أيضا عن شمال بغداد، والسيد الحلبوسي أيضا من يعني الكتل السنية. طيب وكذا على هذه جبهة القوى السنية المعارضة كما تحدثنا وأسلفنا في بداية الجولة، هذه القوى لها ثقل اليوم كبير في الشارع العراقي. طيب ما خطورة هذه الصدامات معتز؟ نعم بكل تأكيد لحد هذه اللحظة لا توجد صدامات. الخطورة الوحيدة التي يجب أو أن يفهمها الجميع وجميع الكتل السياسية أن الكتل السنية إذا توحدت سوف تعلن عن إقليم سني وبالتالي مشابه لإقليم كردستان، وبالتالي هذه الخطوة لم تنفذ. يبدو أن الكتل السنية سوف تفكر في هذا الأمر جديا على اعتبار قيادية الكتل السنية هم مثنى السامرائي وسيد الحلبوسي وكذلك السيد خميس الخنجر، خصوصا السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي يفكرون في هذه الأمور على اعتبار لم ينفذوا ائتلاف إدارة الدولة الوعود التي وعدوهم بها. لكن لحد هذه اللحظة هنالك توتر وأجواء مشحونة داخل البيت السني بعد الخلافات الكبيرة التي عصفت
داخل البيت السني وكذلك العملية السياسية العراقية. يعني اليوم سيد الحلبوسي مجاز لنفسه ولمدة 15 يوما، وبالتالي حتى أمور البرلمان العراقي تأتي من قبل يعني تمشيتها من قبل السيد محسن المندلاوي النائب الأول رئيس مجلس النواب، وبالتالي هنالك خلافات بدأت تطفو على سطح العملية السياسية، خصوصا يعني البيت السني وكذلك علاقة السيد الحلبوسي والسيد الخنجر بالإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة بعد هذه يعني هذه الإجازة التي منحها لنفسها السيد الحلبوسي. ننتظر في الأيام القليلة القادمة كيف ستؤثر، وأيضا ما هي الاتفاقات التي سوف تكون في واجهة العملية السياسية. السيد الحلبوسي يضغط من جهة جدا كبيرة وهي الموازنة العراقية، باستطاعته لا يدخل نواب البرلمان من حزب التقدم وكذلك حزب السيادة إلى البرلمان، وبالتالي لا توجد هنالك موازنة، والشعب العراقي يريد أن تكون هنالك موازنة. بكل تأكيد يعني هذه الموازنة يجب التصويت عليها من قبل أكبر الأعضاء أو أكثر الأعضاء داخل مجلس النواب العراقي، وباستطاعة السيد الحلبوسي كسر نصاب جلسة التصويت على الموازنة، وبالتالي كل هذه الأمور تأتي في عملية سياسية معقدة بين الكتل السياسية، خصوصا أن يعني يعيش في فترة في من ناحية الموازنات الانفجارية، ويبدو أنه سوف يقر موازنات إلى 3 سنين قادمة، لكن لحد هذه اللحظة تم التصويت عليها من مجلس الوزراء ومجلس النواب معطل الموازنة، وبالتالي الشعب العراقي ينتظر إذا ما تم تأخير هذه الموازنة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية سوف ينفجر الشعب العراقي غاضبا ويخرج إلى ساحات التظاهر، والجميع يعي خطورة هذا الأمر ويعي انفجار الشعب العراقي والتظاهر إلى يعني ساحات التظاهر، وبالتالي أيضا الجميع يتخوف من حراك السيد مقتدى الصدر، والسيد مقتدى الصدر ينتظر زلة للحكومة العراقية حتى يرجع بقوة السياسية، وبالتالي كل هذه الأمور تعصف بالعملية السياسية وتعصف بالخلافات بين الكتل السياسية، وخصوصا أن هذه الخلافات بدأت تطفو على السطح منذ أسبوع أو أكثر. كما أسلفنا في بداية الجولة قلنا بأنه يخوض سلسلة من الصراعات معتز، تحدثت عن الإطار التنسيقي وأيضا القوى السنية المعارضة، ولكن أيضا هناك احتكاك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم. هل أخطأ الحلبوسي بالتقدير أو الاحتكاك مع السوداني بالأخص، يعني التوقيت حرج، انتخاب مجالس المحافظات قريبة جدا؟ نعم، بكل تأكيد العملية السياسية العراقية والبرلمان العراقي يأتي وفق كتل سياسية كبيرة، هذه الكتل السياسية الكبيرة تأتي برئيس وزراء متوافق عليه. الشائبة التي العملية السياسية العراقية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة هو رئيس وزراء متوافق عليه من الكتل السياسية، هذه التوافقات وهذه الاشتراطات كل حزب يريد أن يأخذ أو يقسم الكعكة حسب مزاجه، ويريد أن تقسم هذه الكعكة حسب مزاج الأحزاب السياسية الكبيرة المشكلة لهذه الحكومة. بكل تأكيد السيد محمد الحلبوسي واحدة من أهم يعني الركائز الأساسية في العراق، وهو يعني ممثل المكون السني، المكون الثاني أكبر مكون بالعراق بعد المكون الشيعي، وبالتالي له اشتراطات كبيرة وله يعني محافظات كبيرة، ويبدو أن هنالك أمور كثيرة داخل يعني أروقة السياسة العراقية بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وخصوصا أن السلطة الأكبر في يعني العراق هي سلطة القضاء وكذلك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، هذه 4 سلطات في العراق هي الأكبر، وبالتالي السيد محمد الحلبوسي يمثل السلطة البرلمانية ويمثل الشعب العراقي على اعتبار الجميع انتخبه عنه داخل البرلمان العراقي، لذلك كان هنالك لقاء بالسيد محمد الشياع السوداني في يعني في جلسات رمضانية او في يعني امور حكومية داخل الحكومة العراقية، فكان هذا اللقاء يعني على ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط وعلى ما نشرت وسائل الإعلام ان هنالك عتب كبير من السيد السوداني للحلبوسي وكذلك من السيد الحلبوسي للسيد السوداني بشأن يعني الخلافات التي صارت واقعا في هذه اللحظة، وكذلك عدم تنفيذ اشتراطات الحكومة التي وعد بها السيد محمد الشياع السوداني المكون السني، وبالتالي هذه الخلافات اذا
وإذا ما تم يعني احتوائها سوف تخرج للعلن، وبالتالي يكون هنالك احتكاك كبير واحتكاك مع الشعب، خصوصا أنها المحافظات السنية وخصوصا هي المحافظات الغربية تعاني الأمرين بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي لهذه المناطق. وأيضا السيد محمد الحلبوسي بعد الجهد الكبير الذي صنعه في الأنبار، في محافظة الأنبار. معتز، هل أنت معي معتز؟ نعم آية. نعم، كنا نواجه يعني مشكلة في الصورة. نعم أكمل، إن كنت تسمعني أكمل ما كنت تريد قوله معتز. نعم آية، بعد الإجراءات في محافظة الأنبار، وكانت مهمة جدا في تطوير المحافظة. البعض أيضا انزعج بأن يكون الزعيم الأوحد في المحافظات السنية، وبالتالي بدأ يعني يسبب للسيد محمد الحلبوسي إزعاجات كثيرة. بالتالي هذه الأمور هي تشوب العملية السياسية منذ وقت كبير في يعني في الداخل العراقي، وبالتالي أن السيد محمد الحلبوسي اليوم يريد أن تكون هنالك يعني اشتراطات موافقات التي تم التوافق عليها من قبل الحكومة العراقية، ولا يريد أن تتنصل الحكومة العراقية عن وعودها إلى الداخل العراقي أو الداخل البيت السني، وبالتالي هنالك يعني خلافات صدعت العملية السياسية، وهذه الخلافات هي التي جاءت فيها العملية السياسية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة بسبب أن تكون الحكومة توافقية. نعم معتز، أيضا اليوم القيادات السياسية العراقية تعتزم عقد اجتماع بدعوة من الحلبوسي طبعا لبحث تشكيل الإطار التنسيقي السني اليوم. ماذا يريد الحلبوسي من هذه الخطوة، وهل سينجح بذلك؟ هل ستلقى هذه الدعوة قبول من القيادات العراقية؟ نعم، بكل تأكيد السيد الحلبوسي اليوم لاعب رئيسي كبير داخل يعني المجتمع العراقي والمجتمع البيت السني، وبكل تأكيد يعتبر الزعيم الأول داخل الطائفة السنية. لذلك السيد الحلبوسي أي يريد أن تكون هنالك يعني يعني يريد أن تكون هنالك يعني قيادة موحدة، قيادة مركزية يتمتع بها السيد الحلبوسي، وبالتالي يريد أن تكون يعني الأوضاع الداخلية في البيت السني تكون مميزة ولا يشوبها أي معرقل، وبالتالي يريد أن تكون هنالك تفاهمات بين البيت السني الواحد حتى يستطيع أن تكون هنالك يعني مراحل انتقاليه بعد المراحل التي شهدتها المرحله هذه. وبالتالي السيد الحلبوسي بدا يشعر نفسه انه اللاعب الاوحد واللاعب الابرز في البيت السني والقيادي الوحيد الذي اصبح يعني ركيزه مهمه من ركائز العمليه السياسيه في البيت السني، والقائد السني يعني يعني بين قوسين نقول الاكبر والكبير الذي يقود جميع يعني قيادات البيت السني. وبالتالي بدا باجتماعات وجلسات تشاوريه بداها من العشائر العراقيه السنيه في المحافظات الغربيه، وانتهى ويعني واستمر بها من اجل ضم أكبر القيادات السنية من أجل الاصطفاف والانضمام إلى قوة كبيرة تشكل واقع قوي داخل البيت السني وكذلك داخل العملية السياسية العراقية، وتضغط على الحكومة العراقية وعلى السياسيين العراقيين من أجل تنفيذ وعودها التي اشترطتها الحكومة العراقية، ومن أهم هذه الوعود عودة جرف الصخر، جرف النصر حاليا، و ايضا العفو العام لسجناء المغيبين داخل السجون العراقيه من البيت السني ومن المحافظات الغربيه. بالتالي هذه الاشتراطات الكبيره التي يريدها السيد الحلبوسي، لا بد ان تكون هنالك جولات مكوكيه في المحافظات العراقيه خصوصا الغربيه، وتشاور مع قيادات البيت السني وكذلك العشائر العراقيه من اجل تكون كلمه واحده، وايضا تخويل مثابه تخويل للسيد الحلبوسي بالتحرك نحو العمليه السياسيه والانفتاح اكبر على الجهات السياسيه والمطالبات الكبيره التي يتمتع بها يعني السيد الحلبوسي والبيت السني. بالتالي البعض تحدث اذا ما تمت هذه الخطوات وتمت التوافقات وايضا تم تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه
للبيت السني من قبل السيد محمد الشيعة السوداني سوف يقومون باتخاذ خطوات أقوى، وهي يعني الإقليم، إقليم البيت السني، وكذلك يعني الدستور العراقي يتيح لهذه المحافظات أن تكون إقليم واحد. وبالتالي الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، خصوصا بعد عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك عفوا، حبلى بالمفاجآت في العملية السياسية العراقية، وسوف نشاهد كثير من الأحداث تشوب العملية السياسية العراقية بعد عيد الفطر المبارك. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معنا من بغداد معتز أيوب مراسل اليوم، شكرا جزيلا لك.